ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وبقالي فترة ما نزلتش فيديوهات للتعليم. كنت مشغول الحقيقة، وكنت مستني اشوف في ناس متفاعلة مع الموضوع ولا لا. الحقيقة يعني مش ناس كتير متفاعلة، بس في ناس بتستفاد، ففي كام واحد بيستفادوا. فعشان كام واحد دول انا قررت اني اكمل فيديوهات تعليم الطبلة. احنا اتعلمنا المقسوم وتعلمنا التكنيك كله، الأصوات الطبلة كلها في الكورس اللي فات. دلوقتي احنا هندخل شوية في الادفانسد اللي هو ايه بقى التكنيك، واللي انا هعمله دي الطريقة اللي انا بلعب بيها، اللي شادي سفينكس بيلعب بيها. في طبالين تانيين كبار جدا وناس مشهورة كتير ما بتلعبش كده، بتلعب بطريقة تانية. انا بتكلم في الطريقة اللي هو الصوابع اللي انا بستخدمها. يعني معظم الناس اللي بتطبل بتستخدم الصباع ده والصباع ده، انا بستخدم التلاتة كله. والحركة اللي احنا هنتدرب عليها دلوقتي دي مهمة جدا في التقسيم والادفانس على الاغاني مع بعض كده، واحدة واحدة خالص. انا هعمل سريع وبعد كده هوريكم ازاي بطيء. اللي عايزين ناخده من الحركة دي هو ده، ثلاث صوابع دول، عشان ندربهم ونخليهم اقوياء هندربهم كده اهو بالظبط من غير اي حاجه، بس هما كده مع بعض. عشان نعمل هتفيدنا في ايه؟ زي ما بقول لكم في كل حاجة. يعني ضربوا عليها كويس جدا جدا جدا، صباع صباع، عشان الصوابع دي ضعيفة. عشان نخليها قوية لازم نتدرب عليها صباع صباع، وبعدين كلهم ورا بعض. لازم نسمع التك، يعني ممكن تلاقي صباعك ضعيف في الأول مش قادر تعمل التك، بس مع التدريب هتوصل للتكنيك ده ويبقى معاك حلو جدا، وهيساعدك في كل اللي جاي. نشوفكم الفيديو الجاي.